شرف عظيم للإنسان أن يتفقه في كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كان في مجموعة منهم متفرغين لطلب العلم في المسجد النبوي، كانوا يسمونهم أهل الصفة، ومنهم أبو هريرة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، منطقة قريبة من المدينة، مثل مثلا أنك تقول الآن أيكم يحب أن يغدو إلى مثلا آل الصعدي ولا جهة العوصة هذه ولا المنطقة؟ قال: فيتعلم آية من كتاب الله. عفوا قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيغنم ناقة كوماء في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله، يعني ما في أحسن من هذا، واحد مشوار قريب وغنيمة باردة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم أو يعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. كم تسوى هذه؟ هذه ما تقدر بثمن. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يجلسوا في مثل هذه المجالس يتعلمون معاني القرآن الكريم، كيف يفهمونه، كيف يفسرونه، كيف يعملون به، واستغرقوا أعمارهم في ذلك. ولذلك تجد بعض العلماء الكبار مثل ابن تيمية وأمثاله يتندم في آخر حياته أنه قضاها في غير تفسير القرآن الكريم، لما فيه من البركة ولما فيه من الخير ولما فيه من العلم ولما فيه من المتعة بمعرفة معاني القرآن الكريم. ونحن نقول أيها الإخوة، هذا شرف عظيم لنا أن الله سبحانه وتعالى مكننا من قراءة هذا القرآن وحفظه وفهم معانيه.